إذن هي مرحلة ثانية من تبادل الأسرى بين النصرة وحزب الله في عرسال تنفيذا للاتفاق المبرم بين مسلحي النصرة وميليشيا حزب الله. ينص الاتفاق على تبادل محتجزين وجثث مسلحين وخروج آخرين من عرسال والقلمون. وللاطلاع على تطورات هذا الموضوع تنضم إلينا شبكة مراسلين من دمشق سلافة إشحادة، كما تنضم إلينا من بيروت تيلا خليل، ومن عرسال تنضم إلينا مراسلتنا كلودي أبي حنا. كلودي، نبدأ معك، قربينا من الجديد حول سير عملية التبادل في ظل أن العملية يعني العسكرية ربما نتحدث عن توقفها الآن لإعطاء الفرصة لهذه الصفقة أن تتم. يمكن القول أن عملية التبادل انطلقت مع تحرك الحافلات واقترابها من المناطق المتفق عليها في إطار هذه الصفقة، وبات أكيدا الطريق الذي سيسلكه الخارجون من لبنان من مسلحين وعائلاتهم ونازحين مدنيين رغبوا في الخروج من جرود عرسال. هذه الطريق تبدأ من جرود عرسال باتجاه فليطة وصولا إلى حمص ومن ثم إلى إدلب. وقد تم العمل في إطار المفاوضات التي جرت لإتمام هذه الصفقة على تأمين هذه الطريق بحيث لا يتم التعرض للقافلة الكبيرة التي ستقل هؤلاء الخارجين من جرود عرسال، خصوصا أن هذه الحافلة ستمر في مناطق يسيطر عليها النظام السوري ومناطق أخرى يسيطر عليها تنظيم داعش، وصولا إلى إدلب التي تسيطر عليها جبهة النصرة. كما جاء في التقرير فإن مصدرا أمنيا لبنانيا أكد لنا أن السعي قائم لإنهاء هذه المرحلة الثانية اليوم، بحيث تم استقدام 200 حافلة لكي تسع 10,000 شخص الذين سيغادرون، وذلك يعني في انتظار صعودهم إلى الحافلات بعد إتمام الترتيبات اللوجستية والتأكد من الأسماء كافة، إذ إن من بين هؤلاء كما هو معلوم مئات المسلحين الذين ينتمون إلى جبهة النصرة وفي مقدمهم أمير جبهة النصرة في القلمون أبو مالك التلي. وقد ذكر هذا المصدر الأمني لقناة الغد أن أسلحة فردية سوف يسمح لعدد من الأشخاص بأن يأخذوها معهم، استنادا يعني إلى هذا الاتفاق الذي تم في هذا الشأن. من الجهة الثانية من إدلب سوف يتم تسليم 5 أسرى لحزب الله و3 أسرى من جرود عرسال. هنا طبيعة الحال سنطلع على الوضع من الجانب السوري. كلودي، نذهب أولا إلى ليلى خليل. ليلى، كيف تبدو تعليقات الأوساط السياسية في بيروت على هذه العملية في ظل أنها كانت موضع خلاف منذ البداية، منذ أن أطلقها حزب الله على هذه الساحة؟ يعني بالحقيقة مهند، الصفقة التي تتم حاليا لا تزال موضع خلاف منذ أن بدأت المعركة في جرود عرسال، وهي كما كل القضايا في لبنان التي تتعلق بحماية الحدود والقيام بمعارك على الحدود وخارج الحدود اللبنانية، هناك اختلاف بالآراء حسب الصفات السياسية. هناك من يعتبر أن هذا الاتفاق هو إيجابي وأراح الحدود راح أهالي عرسال وبلدة عرسال وجرودها، وهناك من يعتبر أن صحيح أن النتيجة أدت إلى إراحة هذه البلدة والحدود اللبنانية، ولكن بدايتها كانت خاطئة. نحن تحدثنا إلى بعض المصادر في تيار المستقبل وحتى أيضا القوات اللبنانية التي أجمعت على أن بداية المعركة كانت خاطئة، والوحيد المخول بحماية الحدود اللبنانية هو الجيش اللبناني، والدعم يجب أن يكون للجيش اللبناني. وقد شبه أحد يعني مصادر تيار المستقبل ما حدث بأن كأن حزب الله دخل إلى مبنى أشعل الحريق فيه ولكنه عاد وأطفأه، وبالتالي النتيجة إيجابية ولكن البداية كانت خاطئة، وكأننا نعطي مبررات لحزب الله للقيام بخطوات أو قرارات خارج إطار الشرعية اللبنانية. طيب، نذهب إلى سلافة. سلافة، كيف تبدو الاستعدادات المتعلقة بهذه الصفقة من الجانب السوري، وكيف رصدت لنا أصداءها في دمشق؟
نعم، بالنسبة لهذه هذا الاتفاق وهذه عملية التبادل هي ربما تكون خطوة أساسية لما سيقوم به الجيش السوري في المراحل القادمة، خاصة بمعركته باتجاه الشمال الشرقي، أي تأمين الظهير له من جهة، وأيضا إخلاء وتأمين منطقة القلمون وجبال القلمون من كامل الوجود المسلح، وأيضا تطهير الجيوب وما تبقى من هذه الجيوب، خاصة في الجرود الأخرى، وأيضا المعركة التي ربما تكون هي القادمة مع داعش في المراحل الآتية بعد تنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل. هناك ترحيب كبير، والدلالة على هذا الأمر هو يعني موافقة وقبول الدولة السورية بعدم التعرض لهذه الحافلات أثناء مرورها خلال البلدات السورية أو المحافظات السورية باتجاه حلب، وإن كان داخل هذه الحافلات مطلوبين للدولة السورية، هذا من جهة، وهذا تم الاتفاق عليه مع المقاومة من جهة، وأيضا مع الجانب الذي قام بالاتفاق بتنفيذ هذا الاتفاق من جهة أخرى. الأمور سوف تكون ميسرة لهذه الحافلات حتى وصولها إلى حمص ومن حمص إلى حلب بمرافقة من الهلال الأحمر السوري، وتطبيق هذا الاتفاق بشكل كامل وآمن. طيب، نكتفي بهذا القدر سلافة. شكرا لك سلافة شحادة من دمشق، كما نشكر ليلى خليل من بيروت، ونشكر كذلك مراسلتنا كلوديا بيحنا من عرسان.